الدار سميناه اطلقنا عليه تسميه الوطن، وهذا اهم ما يحتاجه الانسان بالحياه انه هو الدار او الوطن. يعني تعرفون وضع العراق من ناحيه الايجارات الغاليه وقطاع الاراضي الغاليه، فاتجهنا على بناء دور. اغلب مشاريعنا الانسانيه مختصه بالبناء وتوزيع، مختصه بالتوزيع السلات الغذائيه والحالات المرضيه. احنا اخذنا على عاتقنا بتوفير هذا الوطن للعوائل المستحقه. طبعا مشروعنا هو مشروع الألف دينار، يعني انطلقت هذه التسميه يعني باعتبار الألف دينار هو اقل قيمه يتداولها العراقي. بعد ما زادت ثقه الناس بنا وزاد عطاء مشروعنا الانساني وبناء منازل اكثر، بدات الناس تدعمنا اكثر، بدات تدعمنا بعشرات الملايين، وصلت تبرعات الى 100 مليون و80 مليون و20 مليون، وبدات الناس تتكفل. مثلا المركز الصحي تكفلت عائله ب 70 مليون، المدرسه تكفلت بها ب 100 مليون، الروضه، المسجد، بدأت الناس تدعمنا بمبالغ كبيرة. احنا دائما نختار العوائل اللي هي اصلا ما بها معيل وما تستلم اي راتب، بغض النظر عن راتب الرعايه الاجتماعيه. ان شاء الله هذه المدينه ايضا راح تكون على نفس النهج، راح تكون للعوائل المتعففه، ومن حق اي عراقي يقدم عليها من كل محافظات العراق ومن كل اطياف الشعب العراقي، راح يكون له دار بسند قانوني باسمه. حاولنا قدر الامكان ان نوسع من هذه المنازل، لان دائما العوائل المتعففه تكون عندهم عوائل كبيره، تكون عندهم اطفال، فوفرنا لهم صاله، غرف عدد اثنين، وفرنا لهم يعني دار. يعني مو احنا ما نهتم دائما بالكميه، لا نهتم بالنوعيه، لازم انه هذا الدار يفي بالغرض لهذه العوائل المستحقه. لا تنسوا متابعتنا لمعرفة آخر الأخبار.